السلام عليكم، اهلا بكم من جديد في حلقه قذائف اسامه بتاريخ 9/7/2020. البعض بيحاول يرسخ لفكره في هذا التاريخ، فانت كاهلاوي المفروض تتجاهل فكره الاحتفال، لان بالتاكيد احتفالهم يشبه لحد بعيد جدا فيلم لخمه راس. اللي مش عارف الفيلم، عم صابر اللي هو حسن حسني عايز ابنه احمد رزق، واحنا طبعا عارفين الممثل احمد رزق عايز يطلع ضابط، فكان بيعمل ايه من صغره، هو عامل له كده زي تخشيبه في الشقه، الشقه كلها يفط، عباره عن يفط ده الحجز، الشرطه في خدمه الشعب، الشرطه والشعب في خدمه القانون او خدمه الوطن، وبيحاول يطلعه ضابط باي شكل. هو ما عندوش اي قدرات تؤهله انه يكون ضابط، ومن على باب كليه الشرطه تم طبعا عدم قبوله. فطبعا ابوه بيتصل بيه بيقول له عملت ايه يا حبيبي، قال له نجحت يا بابا. عم صابر جاب فرقه وزفه وعمل فرح او احتفال في بدايه شهر يوليو، وجاء ابنه الصائت وطلع لابوه قال له انا ما نجحتش، انا اصلا ما دخلتش الاختبارات. فكان امام الامر الواقع، عم صابر قال له خلاص تعالى نرقص ونزيد في الحاره والناس مش هتعرف، وبعد كده يبقى البس بدله شرطه وانزل سافر في اي مكان. وتخيل عم صابر وابن احمد رزق وهم بيرقصوا، هم متاكدين ان هم عارفين ان هم ساقطين. اعتقد فيلم زي ده انت مش محتاج تشوفه على ارض الواقع. ده رقم واحد. رقم اتنين، الكابتن اسماعيل يوسف بيتكلم عن الكابتن ابراهيم يوسف. ما عندناش مشكلة خالص انك تشوف الكابتن ابراهيم يوسف، احسن لاعب في افريقيا رحمة الله عليه، كان لعيب محترم ولعيب اهلاوية قبل زملكاوية بيكنوا له كل تقدير واحترام. لكن فكرة ان احنا ندخل بقى كابتن محمود الخطيب وندخل عبد الاحد جمال الدين والمجاملة اللي تمت لمحمود الخطيب، اعتقد يعني يا جماعة التاريخ محفوظ للناس، بس انتوا دايما الناسيين او بتحاولوا دايما زي ما بتزيفوا الحاضر عاوزين تزيفوا التاريخ. نسمع الكابتن اسماعيل يوسف مع الكابتن خالد الغندور ونرجع نعقب عشان ندخل بقى في اهم قضايا القرن وهو سرقة القرن. في مانويل برادس اللي كان مراسل فرانس فوتبول هنا، كان المفروض يدي الصوت للكابتن ابراهيم وقتها لان كان افضل لعيب في القاره، فما ادالوش الصوت، فهو ده اللي اثر معاه وخد التاني. ساعتها كان بعزم من استاذ عباحة جمال الدين اعتقد. مش عارف الاسامي بالظبط، بس انا عارف ان هو يعني كان في حاجه، يعني كان في حاجه ساعتها حصل بتقول ان الكابتن ابراهيم يوسف هو احسن لاعب في افريقيا، يعني فقط صوت مراسل مصر هنا هو اللي اعطى كابتن محمود الخطيب احسن لاعب في افريقيا على حساب كابتن ابراهيم يوسف. وفي السنه دي كابتن محمود الخطيب ما كانش متميز زي كابتن ابراهيم يوسف. كابتن ابراهيم كان لعب وقتها اكتر، ولعب كاس امم ويعني كان متميز، ولعب مع الزمالك تقريبا، ولعب مع نادي الزمالك اللي هي 83-84 البطوله اللي احنا خدناها، اول بطوله بالنسبه لنا يعني. خلونا نكون منصفين، كان واضح تخبط، والكابتن اسماعيل يوسف مش فاكر سنه 82 من 83 من 84 من 85. لكن الكابتن خالد الغندور اللي ربنا شفاه له بنته يا رب وربنا يعافيها ويبعد عنه كل سوء، كان في الفتره دي بيتكلم ان هو هيرجع بشكل جديد. لكن الكابتن خالد غندور ما عندوش غير شكل واحد، شكل فكره ان انا دايما ضد النادي الاهلي واي حاجه بتحصل يبقى فيها مجامله للنادي الاهلي، وبإعاز من عبد الاحد جمال الدين فركب الكابتن اسماعيل يوسف معاه الموجه، فالاثنين غرقوا في الموجه دي. لان هنعرض امام حضراتكم، اولا الكابتن محمود الخطيب فاز بافضل جايزه لاعب في افريقيا عام 1983، لا 82 ولا 84. طب مش يمكن فعلا كان في بين وبين الكابتن ابراهيم يوسف فرق صوت، فيطلع كلام الكابتن خالد الغندور اللي سوح الكابتن اسماعيل يوسف اخو الكابتن ابراهيم يوسف صحيح؟ نشوف الكلام ده قدامكم حضراتكم دلوقتي. ادي افضل لاعب في افريقيا 1983، طبعا الكابتن محمود الخطيب ب 98 نقطه، يليه 89 نقطه لاعب طبعا عشان تكتوكو الغاني ابوكو 89 نقطه. فين الكابتن ابراهيم يوسف؟ لا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا حتى العاشر. والوحيد المصري اللي موجود مع كابتن محمود الخطيب في قائمه افضل 10 لاعبين في 1983 هو المرحوم ناصر محمد علي، نجم طبعا المقاولين السابق. طب وارد يكون الموضوع مرتبط ب 1984، هنلاقي في 1984 أبيجا هو اللاعب الكاميروني وحاصل على 124 نقطة، وأنطوان بيل كان حارس المقاولين وقتها وحارس منتخب الكاميرون 65 نقطة، وبيشترك معاه الكابتن إبراهيم يوسف 65 نقطة. يعني الكابتن إبراهيم يوسف لما خد تاني مكرر
ما كانش اصلا الكابتن محمود الخطيب هو الاول، وبالمناسبه ما كانش فرق كمان نقطه او نقطتين، ده من 124 ل 35 يعني تقريبا ده دبل، ده احنا واصلين لفرق حوالي 60 نقطه او 59 نقطه. الغريب ان 1984 كان كابتن طاهر ابو زيد رقم ب 28 نقطه مع الكابتن محمود الخطيب الخامس والسادس. لو احنا هنتكلم بفكره مجاملات يا كابتن اسماعيل ويا كابتن خالد الغندور، اللي دايما انت مش بتدعو للتعصب خالص برغم ان التعصب هو الجهل بالمعلومه او ترويج لمعلومه خاطئه، وهو ده التعصب بعينه. سنه 1984 كابتن طاهر ابو زيد كان افضل لاعب في مصر حرفيا. اهلاوي بقى زملكاوي اسال الكابتن طاهر ابو زيد، احنا حتى لما صعدنا الدور قبل النهائي في امم افريقيا 84 اللي اتعمل في كوت ديفوار سجلنا 6 اهداف، الكابتن طاهر ابو زيد سجل 4 اهداف، ولما خسرنا امام نيجيريا في الدور قبل النهائي خرجنا بعد ما الكابتن ابراهيم يوسف اهدر ركله الجزاء الاخيره، لكن طبعا اي لاعب ممكن يهدر ركله الجزاء، ولكن انا بتكلم عن تاثير الكابتن طاهر ابو زيد اللي برضه صعد للوس انجلوس في 84 وكمان خد بطوله ابطال الكؤوس مع النادي الاهلي 84، فبالتالي انه يرجع ل 28 نقطه وفرق بينه وبين الكابتن يوسف اللي وصل ل 65 نقطه، ده احنا اللي كنا ممكن نتكلم، لكن في النهايه كابتن ابراهيم يوسف لعيب مصري، وكابتن طاهر ابو زيد والكابتن محمود الخطيب لعيب مصري، ومش النادي الاهلي ولا جماهيره كابتن اسماعيل ولا كابتن خالد اللي بتتكلم في المجاملات. نقفل بقى السكه دي عشان بس فكره ان احنا دايما لازم نلحق وراكم الايه التاريخ اللي مش مظبوط. نيجي بقى لفكره بطولات التسعه والسبعه واللي بيتكلموا فيها، والغريب ان الزملكاويه عندهم ازمه ومشكله كبيره جدا لما كان التصنيف 4 نقاط لبطل ابطال الدوري و4 نقاط لبطل ابطال الكؤوس، كانت ازمه ازاي بتساوي بين البطوله دي والبطوله دي، لكن لما يجي يقول لك 9 بطولات مقابل 7 ما عندوش مشكله خالص انه يساوي بين السوبر الافريقي مباراه واحده ودوري ابطال افريقيا اللي هو من 12 مباراه، عادي جدا كل حاجه والعكس. لكن الحقيقه بقى لو انت عايز تحتفل بجد اللي انا اعرفه عنك ان انت بتحتفل بالحلال فقط لا غير، الحرام انت مالكش فيه، ده المفروض اللي انت بتقوله. طيب ايه رايك بقى ان انت معاك 3 بطولات حرام من اصل 9 بطولات حرام بمصطلحكم انت لما يكون في خطا تحكيمي متعمد وواضح وضوح الشمس ويؤثر على نتيجه المباراه، هو ده البطوله الحرام. خلينا نتكلم في بطوله 1984 اللي الحقيقه المشاركه فيها اساسا كانت حرام. ليه؟ لان نادي المقاولين العرب كان فايز بالدوري 82-83 والنادي الاهلي كان فايز بالكاس مصر 82-83، فكان اللي هيشارك النادي الاهلي والمقاولين، وده الخطاب اللي بعته اتحاد كره القدم اللي هنعرضه لحضراتكم عشان بس نبقى ايه كل حاجه موثقه، حتى لو اتكلمنا فيها قبل كده تبقى الامور واضحه. ده خطاب الاتحاد المصري الاول الى الكاف. لو بصيت في رقم 3 ورقم 4 هتلاقي ان الموافقه على الاشتراك في الدوره ال20 لدوري لكاس الانديه الافريقيه ابطال الدوري 1984 نادي المقاولون العرب بطل الدوري العام، والنقطه رقم 4 ابطال الكؤوس النادي الاهلي بطل الدوري العام. ده خطاب الاتحاد المصري الاول للكاف، خلاص ده الناس اللي هتشارك من خلالي في البطولات الافريقيه، وكان وقتها البطل فقط لا غير اللي بيشارك، واحد من ابطال واحد بطل الدوري واحد بطل الكاس، ما كانش فكره الوصيف دي لسه اتعملت، لكنها اتعملت عشان خاطر نادي الزمالك. نادي المقاولين العرب كان مستني النادي الاهلي اللي وصل للنهائي امام كتوكو، لو النادي الاهلي فاز على كتوكو في نتيجه الذهاب فبالتالي الاهلي هيشارك في ابطال الدوري كحامل اللقب، والمقاولين عايز يتجنب مواجهه النادي الاهلي فكان هيشارك وقتها في ابطال الكؤوس. لكن لما لقى النادي الاهلي تعادل اكد على انه هيشارك في ابطال الدوري، وده الخطاب اللي هتشوفوه برضو امام حضراتكم، خطاب المقاولين العرب للاتحاد المصري ان هو بيأكد على مشاركته في بطولة ابطال الدوري، وانه كمان دفع رسوم الاشتراك في بطولة ابطال الدوري. الحقيقة اللي حصل، وده خطاب الاتحاد المصري للكاف، اللي حصل امر غريب جدا، ان الكاف قال حاجة غريبة جدا، قال ان خلاص كان المقاولين اتأخر فاحنا اجرينا القرعة، ويمكن واخد بالك من دي، يمكن للاتحاد المصري ان نادي الزمالك يشارك بصفته تاني الدوري. طب على اي اساس يمكن؟ وفي النهايه قال ايه؟ وبالتالي يمثل النادي الاهلي بطل كاس مصر والمقاولون ويمثل بطوله الانديه ابطال الدوري نادي الزمالك دول السطرين الاخيرين. ادي الاتحاد الافريقي على اي اساس انت خليت
استبعدت المقاولين ودخلت الزمالك بصفه وصيف، وانت اصلا لسه بعت للاتحاد المصري ان هو ممكن يشارك نادي الزمالك. والحقيقه اللي عايش الاجواء دي وعارف كويس قوي يعرف ان تم الضغط على نادي المقاولين عشان يلعب في بطوله ابطال الكؤوس عشان يكون لنا ثلاث ممثلين للقاره، فدي مشاركه الزمالك. ومع ذلك كان لسه المشاركه دي للزمالك لازم تغيير لوائح في الكاف، وده بالفعل الاتحاد الافريقي وافق على اشتراك الزمالك في بطوله الدوري القادمه، ومكتوب اهو التي كنا ننتظرها في المربع اللي انا حاطه ده، حيث وافق على اشتراك الزمالك في بطوله ابطال الدوري القادمه معدلا بذلك للائحته. من حق اي دوله الاشتراك باربعه فرق، وكمان كان النادي المصري لسه مستني نتيجته في نهائي الكاس مع النادي الاهلي، وقال لك كان ممكن المصري يشارك، فتلعبت حركه كده بحيث يدخلوا نادي الزمالك 84. ماشي يا عم، احنا تلعبنا ما لا تلعبناش يا عم، هو المقاولين اتاخر فبالتالي دخلنا نادي الزمالك. طب يا سيد دخلت نادي الزمالك، ايه اللي حصل بقى في البطوله دي في الدور قبل النهائي؟ تعالوا نسمع الكابتن فاروق جعفر. فالكابتن لطيف كان بيذيع الماتش ان انا مروحت بالليل اتفرج على ضربه الجزاء، قال لك ده العالم كله شايف الكوره وشاف الكابتن وشاف فاروق جعفر وبيتضرب. هو بيعدد من موقفك رحمه الله عليه يعني. بص يا كابتن مفيش اي حاجه، انا رايح لازم يحصل التحام. لو مفيش التحام هنا ابراهيم يوسف هيلعب الكوره بدماغه. فانا رحت رايح ولا الكوره دي مش في اتجاهي خالص، رحت رايح على اللعيب. اللعيب ده لازم يحشني. فانا رحت رايح خابط نفسي فيه وهو بيحمي الكوره عشان حارس المرمى ياخدها. ملوش حل تاني خالص، هو عمل لي الاعاقه، لكن هو في الحقيقه ما لمسنيش. في الحقيقه ما لمسنيش. طبعا كلنا فاكرين التصريح الشهير للكابتن فاروق جعفر ان من سنه 80 لسنه 85 كل ضربات الجزاء اللي خدها كانت غير صحيحه. وليه من 80 ل 85 تحديدا؟ لان دي الفتره اللي قل فيها هروب الكابتن فاروق جعفر كتير من نادي الزمالك، فكان تقريبا متواجد في مصر وكان بيلعب، فبالتالي الفتره دي اللي حصل فيها على ركلات ترجيح او جزاء كلها كانت غير صحيحه. وعلى راسها زي ما حضراتكم شايفين ركله جزاء في مباراه تيزي اوز اللي فتحت الماتش من وجهه نظر الكابتن فاروق جعفر. لكن الحقيقه عندنا شهاده بنستعرضها كمان من شخص كان في دوره تدريبيه مع الكابتن ابراهيم يوسف، وقال على لسان الكابتن ابراهيم يوسف ان الحكم اللي كان في المباراه خد عموله او خد فلوس. نسمع الشهاده دي على ضمانه صاحب هذا الشاهد اللي اقسم بالله على القران ان هو فعلا اتحكت له من الكابتن ابراهيم يوسف. نسمع ونرجع. معاكم مصطفى اسماعيل الجمل، مدرب حراس مرمى بعده انديه مصريه وبعض الانديه الخليجيه. انا بوثق شهاده قيلت لي من الكابتن ابراهيم يوسف المرحوم. الكابتن ابراهيم يوسف وكان الواقعه ديت تتكلم عن مباراتين الذهاب والعوده لمباراتين الزمالك وجد الجزائري. كابتن ابراهيم يوسف قال لي الكابتن سمير السيد الله يرحمه خد حكم المباراه ونزل ببورسعيد، وكل ما الحكم يشاور على حاجه من اي حاجه من المحلات ياخدوها يحطها في العربيه بتاعته. في نهايه المشوار الكابتن سمير السيد طلع 1000 دولار وحطها في جيب الحكم، وصلت لغايه الحكم قال ده كتير يعني. وبعد ما فريق الزمالك احرز الهدف الثاني كابتن ابراهيم يوسف عليه رحمه الله قال ان الحكم قرب منه وقال له فيما معناه ان كده خلاص يعني ايه ما عادش لكم حاجه عندي. طبعا انا هقسم على ايه على صدق عليها، اقسم بالله العظيم ان الواقعه حدثت كما روتها وكما رواها لي الكابتن ابراهيم يوسف. اعتقد بطوله بلاش حرام، اعتقد بطولة مشكوك في صحتها من بداية اصلا احقية الزمالك بالمشاركة حتى ركلات الجزاء اللي حصل عليها فاروق جعفر اللي هي غير صحيحة باعترافه بشهادته، حتى لو استبعدنا شهادة الشخص اللي بيدعي او بيقول ان الكابتن ابراهيم يوسف برغم قسمه، حتى لو استبعدنا دي ففي النهاية الكابتن فاروق جعفر عنده اعتراف واضح وصريح ان ركلة الجزاء غير صحيحة، وبالتالي فتحت المباراة وبالتالي صعود الزمالك في المباراة النهائية بخطأ تحكيمي فادح. تعمده من عدمه ده طبعا لما يتراءى لك من تصديق الروايه الشخص اللي اتكلم عن ابراهيم يوسف من عدمه، صدقت يبقى خلاص الحكم متعمد، ما صدقتش فهو خطا تحكيمي فادح، والزملكاوي ما بيقبلش ابدا بالاخطاء التحكيميه لما تكون لصالحه، مش احنا عارفينه برضه؟ عارفينه. في سنه 2000
بطوله تانية. ايه يا عم انت نطيت ليه؟ من الزمالك شارك في 86 بدل النادي الاهلي. لا طالما النادي الاهلي هو اللي خد قرار الاعتذار عشان يلعب في ابطال الكؤوس فخلاص الزمالك من حقه يشارك لان اتغيرت له اللائحه في 84. وحتى بقى لو فاز بركلات الترجيح في 86 وفاز بركلات الترجيح امام اشانتي كوتوكو 93 وفاز تاني في 96 بركلات الترجيح في النهائي ثم فاز بالسوبر امام قولون عرب بركلات الترجيح، يعني 4 بطولات من 9 بركلات ترجيح. وركلات الترجيح طبعا معروفه بالحظ، لا خليه برده حظ ويخدمه، ما عندناش مشكله مع الحظ. احنا عندنا مشكلة مع التحكيم، فخدنا بطولة 84 قرارات اتحاد كرة خاطئة وتحكيم خاطئ، وبطولة 2000 باعتراف الكابتن طارق السعيد برضو عشان مش باعترافنا. نسمع الكابتن طارق السعيد وهو بيقر ان ركلة الجزاء غير صحيحة برغم ان احنا ما كناش محتاجين الشهادة، لان اي بني ادم هيشوفها بعينيه هيعرف انها عرجونية الهواء. مرة انا فاكر كويس جدا، يعني انا في نهائي افريقيا 99 للأندية أبطال الكؤوس اللي كانوا نياويندي ضربة الجزاء الأولى اللي خدتها ما كانش فيها حاجة وضربة الجزاء اللي هي لازم أخد فيها ضربة الجزاء كان فيها الحكم اداني فيها، كان العرجون هو الحكم واداني فيها إنذار وما لعبتش المباراة الأخيرة هناك في ياويندي والزمالك كسب البطوله دي. خدنا البطوله دي طبعا. الكابتن طارق السعيد عايز يقول ان ركله الجزاء اللي اتحسبت دي كان ممكن واحده قصادها، او الحقيقه اللي كان المفروض يتقال ان ركله الجزاء اللي هي الظالمه دي لو كنت خدت فيها انذار كان زمانك في الثانيه خدت الانذار الثاني، وكان زمان الزمالك بيلعب 10 لاعبين والنتيجه 1-1، وكان زمان فريق كانوا نياويندي ما اضطرتش الحارس بتاعه في ركله الجزاء الظالمه كابتن طارق، وكان هو اللي بيلعب 11 لاعب وكان الموقف هيبقى صعب، ما كنتش هتقدر تفوز 4-1 على كانوا نياويندي اللي فاز في العوده 2-0، وكان يكفيه هدف كمان او ان ركله الجزاء الظلم دي ما تتحسبش وتبقى البطوله اللي كانوا نياويندي اللي الزمالك خدها في وجود عيسى حياته اللي هو طبعا كان بيحارب الزمالك دايما، واخدين بالكم؟ فدي بطوله تانية حرام كده. انت بتقول انا 9 والاهلي 7، ادي بطولتين حرام، فبالتالي انت 7-7. لا ده في بطوله لو حتى جنبنا البطولتين دول يا سيدي، لا بطوله 84 مش حرام وبطوله 2000 مش حرام. خلينا بقى نروح لبطوله حكمها مرتشي بحكم محكمه، طبعا هو اتقبض عليه في 2004، لكن المباراه الوحيده بين الاهلي والزمالك الافريقيه اللي فاز فيها الزمالك افريقيا كانت بالحكم المرتشي باتريس متابيلا، اللي نشوف طرد كده ايمانويل اللي تغاضى عنه وادى انذار، وازاي طرد محمد يوسف بالوهم. نشوف اللقطات. الحكم عطى فرصه لابراهيم رغم ان ايمانويل مسك الكوره وتروح الكوره لياسر ريان، ياسر ريان يخش ايمانويل وفاول على ايمانويل، ياسر ريان، ياسر ريان يخش ايمانويل وفاول على ايمانويل. بداوا يسلموا ياسر ريان الكوره في رجله اهو، انما اعتقد ان نادي الزمالك هيبدا عصام نصار يميل على الجبهه اليمين عشان يعاون اشرف يوسف، والتحام بين يوسف واشرف محمد يوسف واشرف يوسف تشابه اسماء طبعا، وروح طيبه من حسام وما بيبصش للي معاه الكوره فقط انما بيبص لبقيه الزملاء برضو بطرف عين اهو. اللاينزمان بيقول الحكم يا ريت الصوره تيجي، بينبهه ان في التحام. اللاينزمان اري سلتاتوس نادى الحكم وقال له حاجه وعلى طول طلع الكارت الاصفر لمحمد يوسف. ست انذارات ده كارت احمر. ده الحكم باتريس متابيلا الحكم المرتشي بحكم محكمة في 2004 واللي اتحبس بسبب الرشوة، بيوجه بطولة السوبر الافريقي سنة 94 لنادي الزمالك اللي ما قدرش يستغل اللي قدر يستغل نقص العدل عند النادي الاهلي ويسجل هدف، والمعروف ان كان قبلها نادي الزمالك كان طالع تقريبا بلغه الكوره كده من علقه سخنه في مواجهه الاهلي والزمالك 3-0 ابراهيم حسن ومحمد يوسف المباراه الشهيره، فبالتالي لو 11 قصاد 11 كان ممكن الموضوع يتكرر، او على الاقل النادي الاهلي يقدر يحقق الفوز، او على الاقل افضليه الزمالك ما كانتش هتبقى موجوده 11 لاعب قصاد 10 لاعبين. ولو البطوله دي بس النادي الاهلي كان حصل عليها، لو في حكم محترم بيدير المباراه كان زمان النادي الاهلي 8 بطولات والزمالك بالبطولتين الحرام 84 و2000 برضه 8 بطولات، وكنا خلصنا من فكره الاسطوانه المشروخه وكسرنا كل ادله. فما تعتمدش على انك تفرح زي العم صابر وابنه يوسف بلقب مش بتاعك،
وكمان لما تكون متفوق بالحلال يبقى تيجي اتكلم اللي انا اعرفه عنك ان انت ما بتقبلش الحرام، فانا جبت لك 3 بطولات حرام من اصل 9، يعني انت المفروض 6 بطولات. لكن لو جينا اتكلمنا في البطولات الاقوى هتلاقي انت واخد 5 بطولات 4 دوري ابطال وواحد ابطال كوس، والنادي الاهلي واخد 6 بطولات 4 ابطال كوس و2 دوري ابطال، وانت بعد كده متفوق بالبطولات اللي هي من مباراه واحده والبطولات اللي هي زي الافرق سواء اللي ما كانتش مستمره. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه، ونشوفكم في حلقه جديده، واوعوا تتفرجوا على قناه الزمالك النهارده. سلام.